نبدا ان شاء الله نتكلم على الانتيرو سيجمنت كلينيكال اكزامينيشن. واحد يسالني طيب هو ايه الكلينيكال انتيرو سيجمنت كلينيكال اكزامينيشن؟ يعني هو ببساطه الستيت لامب. تقول لي الستيت لامب، هو انا لسه يعني نايب او انا لسه هتعلم يعني ايه الستيت لامب؟ فالتحدي اللي انا قلته للمجموعه الانجليش، احنا بعد ما نخلص الستيت لامب لو في حد يعني عارف كل المعلومات اللي هنقولها النهارده او هنقولها النهارده والمره الجايه، يعني ليه اللي هو عايزه؟ لان مهما كانت معرفتك بالستيت لامب هتلاقي حاجات جديده تكتشفها لاول مره في المحاضره دي. والستيت لامب مش موضوع سهل ومش موضوع هين، يعني لازم تاخده بمحمل الجديه، لان في الامتحانات بيتسال كتير. يعني ايام امتحانات الكلينيكال كانوا بيسال، كانوا انا اتسالت قبل كده وغيري اتسالوا كتير، يقول لك جيف مي ا ليكتشر اون ستيت لامب، واتسالنا قبل كده وات از ذا اناتومي في الستيت لامب، وكل حاجة في الستيت لامب بتتسأل بالتفصيل الممل من أول العدسات والأوبتكس والفلترز والإليومينيشن والإكزامينيشن تكنيكس، وهتسمع عن تكنيكس عجيبة غريبة يعني ما أنزل الله بها من سلطان. هتلاقي عجب العجاب في هذه المحاضرة، فأنت يعني إيه ما تستهونش بيها وتحس إنها حاجة خفيفة، لأ هي فيها كلام كتير وبتسأل كتير وهتفيدك حتى مش بس في الامتحان، في البراكتس. يعني أنت هي القاعدة بتقول لك if you see well you will do well، فأنت لو شايف كويس بتعرف تفحص كويس، هتعرف تلقط ساينز، هتعرف توصل لدايجنوسس. لكن لو مش عارف تعمل اليومينيشن تكنيكس أو اكزامينيشن تكنيكس مظبوط هتمس حاجات كتير. طيب هنتكلم ايه ان شاء الله عن في المحاضره ديت؟ انتروداكشن عن الست لامب، هو اصلا فكره السليب الست لامب ده جت منين، والاكزامينيشن تكنيكس ده اللي هنقوله النهارده ان شاء الله، المره الجايه هنقول السبيشال تاس والاوفثالميك لانسز. طيب نبدا بقى بانتروداكشن. يعني انا قعدت كده في لحظه صفا مع نفسي وقعدت افكر كده، هو احنا اخترعنا الست لامب ده ليه؟ يعني تعال كده ناخد يعني نتناقش في الفكره من المنظور الوجودي، هو ليه الست لامب ده اتوجد في الحياه؟ وجدت ان احنا كان عندنا مشكله، هي ان العين انا عاوز اشوفها كويس، عاوز افحصها. طب اول مشكله عندي كانت مشكله بسيطه، هي ان العين ضلمه. طيب ما بسيطه جدا، طب ما اجيب لها كشاف نور انورها، فبالتالي لما انورها خلاص انا العين منوره، احط سورس اوف لايت، تمام التمام. طيب بس عندي مشكله تانية، ان العين صغيره. طيب عين صغيره دي اعمل فيها ايه؟ احطها ميكروسكوب، ميكروسكوب يكبر العين يخليها لارج، اشوف الاوكلر ستراكشرز ان مور ديتيلز، فكده برضو ما بقاش عندي مشكله. لقيت نفسي عندي مشكله ثالثه، هي ان العين فلات، يعني انا شايف دلوقتي بعين واحده، فالعين كل حاجه شايفها 2 دي، شايف الكورنيا في نفس ليفل الايريس وفي نفس ليفل اللينس، وده مش الطبيعي. الكورنيا فيها ستراكشرز ورا بعضها، او العين فيها ستراكشرز ورا بعضها، محتاج اشوف ديبث بيرسبشن. فحطينا ميكروسكوب تاني ان انا اقدر اشوف العين من زاويتين مختلفتين، فاقدر يبقى عندي ديبث بيرسبشن ابريشيشن. هل كده كل المشكله اتحلت؟ لا، لسه عندي في مشكله كمان، هي دي فوكس. يعني ايه دي فوكس؟ يعني في الوقت اللي الميكروسكوب ده عامل فوكس على العين في نقطه، ممكن يكون اللايت عامل فوكس على نقطه ثانيه، فلاقي صوره بليرد مشوشه. طب اعالج الموضوع ده ازاي؟ طب ما احط الاثنين دول على هاندل، احط الميكروسكوب سيستم واللايت سيستم على سيم ميكانيكال سيستم، بحيث يخلي دايما في كل الاوقات الفوكس بتاعه اللايت واقعه على نفس النقطه بتاعه الفوكس بتاع الميكروسكوب. طب اظن انا بقى كده تمام وزي الفل، ويعني 100 فل و14. هل انا كده خلاص حليت كل مشاكل في العين؟ اخر مشكله الترانسبرنت. يعني ايه؟ هو العين دي اساسا فيها ترانسبرنت ستراكشرز، كورنيا، انتيريو تشامبر، اللينس، انتيريو فيتريس. انا عشان اشوف ترانسبرنت ستراكشر ما ينفعش اشوفه بميكروسكوب ولايت كده على طول، انا مش هقدر يعني اشوف ديبث بس مش هقدر يعني او مش هقدر احدد الديبث من غير ما اخد مقطع سكشن. فالسكشن ده اتعمل بايه؟ عن طريق سلت. سلت يتحط قدام اللايت بحيث ان هو يعدي اللايت من السلت ده، ياخد سكشن في الكورنيا، سكشن في اللينس، سكشن في الانتيرو هايلويد، فبالتالي تقدر تشوف الكونتنتس وتقدر تشوف الدبث وتقدر تابريشيت الدبث بتاع كل ليجن. فده ببساطه شديده فكره السلت لامب جت منين؟
من هي كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي. كل مشكله من دول حليناها في الاستلام، حلينا مشكله ان العين صغيره، ان العين ضلمه، ان العين فلات، ان العين دي فوكست، وان العين ترانسبرنت. طيب ف وصلنا في النهاية إلى هذا الاختراع الرائع اللي هو السيت لامب، هذا الجهاز السحري اللي فيه لايت سورس وفيه مايكروسكوب، الاثنين ماونتد على ميكانيكال سيستم واحد، بحيث في نفس الوقت أقدر أشوف العين اللايت سورس ينور العين، الميكروسكوب يكبر العين، أشوف بالعين الاثنين ديبث بيرسبشن، الاثنين يبقوا على السيم ماونتد على السيم ميكانيكال سيستم، فالاثنين يبقوا على نفس الفوكس، في سليت يقدر يعمل سكشن في العين، وحليت كل مشاكلي في العين. فالميكروسكوب او السليت لامب ماي مايكروسكوب is a high power binocular microscope with a slit shaped illumination source especially designed for viewing the different optically translucent tissues of the eye. فترانسلوسنت معناها هو ستراكشر شفاف وبيعدي اللايت، فهو ده مش يعني ده اللي انا عايزه في العين. انا اقدر اشوف الترانسلوسنت ستراكشرز، اقدر اخد فيها سكشن، اقدر اعرف الدبث بيرسبشن، اقدر اعرف الليجنز موجوده على انهي ليفل، وعشان في النهايه اوصل للمنظر الجميل ده. طيب السيت لامب بي انهانس الاكزامينشن باي اكسلنت ايمج كواليتي باينوكولار ستيريسكوبيك فيو وفليكسيبل اليومينيشن وماجنيفيكيشن. We provide room for specialized attachments and lenses for detailed examination and diagnostic test. فهو يعني جهاز كومبو مجمع حاجات كتيرة مع بعضها. أنواع السيت لامب ممكن نفرقهم عن بعض بكذا حاجة. ممكن نفرق السيت لامب أو نقسمهم على حسب نوع الإليومينيشن. في بعض الأجهزة الإليومينيشن بقى جاي من تحت زي الزايس، جهاز الزايس الإليومينيشن جاي من تحت، أو الهاجش ترايب، الهاجش ترايت بيبقى الاليومينيشن طالع من فوق، بيبقى في لايت هاوسنج واللايت نازل من فوق على تحت، فده على حسب الاليومينيشن. ممكن على حسب الماجنيفيكيشن، في عندنا تو تايبس، في واحد اسمه جرين اوف، الجرين اوف ده بيبقى فيه ماجنيفيكيشن باي فليب ليفر، عندك كده زي ايه فليب بتشدها يمين وتشدها شمال بتغير لك الماجنيفيكيشن، ده نوع. مشكلته ان هو ليميتد، يعني بيديك بس 2 درجتين بس في الماجنيفيكيشن. النوع الاشهر والافضل هو الجاليليان اللي بيبقى فيه ماجنيفيكيشن باي نوب، عندي بكره وانا ببدا احركها وبغير اللينسز اللي جوه البكره ديت، فبالتالي تغير الماجنيفيكيشن زي ما هنتكلم في الاوبتكس ان شاء الله. طيب ايه كمان انواع للسيت لامب؟ ممكن على حسب، في سيت لامب عادي، في سيت لامب بورتبل. البورتبل بيبقى يعني مفيد في الناس الهانديكابد، في الاطفال الصغيرين، في الكوماتوز بيشنتس، في الانكو اوبرتيف بيشنتس، كل ده بيكون مفيد فيه جدا هذا الهاند هيلد سيت لامب. اوبتيكال برنسبل، ناس ما بتحبش الاوبتكس، بس للاسف كل حاجه في الاوبتكس بتاعت السيت لامب بتسيل. تفاصيل للسيت لامب مهمة. طيب هنقولها برضو بشكل ما يكونش معقد وتحس انه ظريف بإذن الله. أول قطعة في السيت لامب اللي هي الاي بيسز دي، الاي بيسز أو الأوكيلر بيسز فيها أسترونوميكال تلسكوب. يعني إيه أسترونوميكال تلسكوب؟ يعني عدستين بلس، الفرق ما بينهم أو المسافة ما بينهم هو الديستال أوف ذير فوكال لانث. مشكلة الأسترونوميكال تلسكوب يعني هو دايما التلسكوب عموما هو بيقرب الصورة البعيدة، فأنا عندي صورة بعيدة هنا عاوز أجيب لها إيمج عندي على العين بتاعتي فبحط لها تلسكوب، بس هو في تريكة، هو إن هو بيقلب الصورة، فهو بيعمل inverted image زي ما أنت شايف كده، الخط البرتقاني هنا نزل بقى تحت والخط الأزرق اللي تحت طلع فوق. طب هل أنا قصد الكلام ده؟ أنا قصد. ليه؟ هقول لك دلوقتي، بس خليك عارف ان الاي بيسز ديت بتقلب الصوره. بعد كده هتلاقي في بريزم هاوسنج، في بعد الاي بيس على طول بريزم، البريزم ده اسمه بورو بريزم. بورو بريزم ده من الاوبتكس ليه ميزه خاصيه جدا، خاصيه مهمه جدا، ان هو بيقلب الصوره. يعني هي لو دخلها له انفرتد هو يخليها اريكت، لو دخلها له اريكت يخليها انفرتد. طب انا حاطه هنا ليه؟ عشان يقلب الصوره. انا هنا الصوره بتاعت الاوبجكت فضلت ماشيه، الخط الازرق كان فوق والبرتقالي بقى تحت، دخل على البورو بريزم قلبها،
بقى الازرق تحت والبرتقاني فوق. قام دخل على الاسترونوميكال تلسكوب قلب المقلوب خلاها عدل، بقى الازرق فوق والبرتقاني تحت زي الاوبجكت بالظبط. فنقلبت الصوره مرتين، مره بالبورو بريزم ومره بالاسترونوميكال تلسكوب. اوكي، فده فايده البورو بريزم، ان هو بيخلي الايمج اركت، من غيره هشوف الصوره مقلوبه. حاجه هنا اسمها بيم سبليتر، ده موجوده في بعض السيت لامبس، بيبقى في بنقدر نركب عليها اتاتشمنت عشان تشوف نفس المنظر اللي بيشوفه الفيور. ممكن اركب عليها مثلا كاميرا، ممكن اركب عليها موبايل، ممكن اركب عليها شاشه بتنقل نفس الصوره اللي شايفها الاكزامينر. بعد كده في الماجنيفيكيشن، الماجنيفيكيشن ده بيكون عن طريق الليفر، سوري بيكون عن طريق الجاليليان تلسكوب. وفكره الجاليليان تلسكوب هو بيكبرها عن طريق ايه؟ عن طريق كومباينيشن اوف بلس او كونفكس وكونكيف لينسز، المسافه ما بينهم هي الديستانس اوف ذير فوكال لينث. ففكره هنا في بلس وماينس لينسز، انا بقدر لما بحرك البكره ديت انا بغير البلس والماينس لينسز، فبالتالي بيغير الماجنيفيكيشن على هذا الاساس. بعد كده الاوبجكتيف لينس اللي هي العدسه اللي بتبقى في مقابل البيشنت على طول، واخيرا الاوبجكت. فده الاوبتيكال برنسبل. في بقى البرنسبل المهم جدا اللي هو البارافوكاليتي. البارافوكاليتي يعني ايه؟ يعني ان الميكروسكوب واللايت الاثنين فوكست في نفس النقطه في نفس ذات اللحظه. فانا عندي مثلا هنا عندي العين اهي، الميكروسكوب بيفوكس على العين في نقطه، في نفس الوقت اللايت بيفوكس على نفس النقطه، فده معناه ان هما الاثنين كابلد مع بعض، هما الاثنين بارافوكاليتي، الفوكس بتاع اللايت في نفس الوقت مع الفوكس بتاعه الميكروسكوب. البرنسبل ده مهم ليه؟ عشان هنحتاج ان احنا نلعب فيه في بعض انواع الاكزامينيشن تكنيكس. تعالوا بقى نيجي البارتس بتاعت الست لامب. زي ما بقول لك كده، كل فسفوسه في الست لامب مهمه، كل قطعه في الست لامب لازم تبقى عارف هي ايه وبتعمل ايه. اول حاجه الاوبزرفيشن سيستم. اوبزرفيشن سيستم ببساطه شديده هو كومباوند مايكروسكوب، بيخلي لي الصوره كبيره، بيبروفايد لارج وركينج ديستانس ان فرونت اوف ذا بيشنتس اي، يعني هو الاوبجكتيف لينس هنا، انما الفوكس بتاعته على العين بتاعت العيان، فده بيديني وركينج ديستانس. تخيل كده لو كانت عين العيان لازقه على الميكروسكوب على طول، زي مثلا في الدايركت. شوف انت لما بتستعمل الدايركت كده الفوكس بتاعتك تبقى حوالي 3 سم او سنتي ونص، حاجه كده بسيطه خالص، فبتبقى قريب جدا من عين العيان، انما هنا في وركينج ديستانس ما بينك وبين عين العيان، وده بيديك مساحه ان انت تتحرك. يعني مثلا لو عندك فورين بودي عاوز تشيله، لينس عاوز تمسكها في ياج في ارجون ليزر، فبيبقى عندك مساحه انت تتحرك. فده مهم جدا. وغير كمان الماجنيفيكيشن فيه بيخليك تكبر الصوره، فدي وظائف الاوبزرفيشن سيستم. يبقى الاوبزرفيشن سيستم بيتكون من الاي بيس، بعد كده البريزم هاوسنج، بعد كده الماجنيفيكيشن نوب، واخيرا الاوبجكتيف لينس. هو ده الاستراكشر بتاع الاوبزرفيشن سيستم. بعد كده في الاليومينيشن سيستم اللي هو الارم الطويل ده. الارم الطويل ده بيبقى فيه هالوجين بلب، هالوجين لايت. الهالوجين لايت ده ميزته ان هو بيطلع لي برايت لايت، بقدر اعمل له فوكس، اقدر اعمل له ادجستمنت، ازود طوله، ازود عرضه. فاليومينيشن ارم ده بيتكون من لايت سورس. اللايت سورس ده بيدخل على كوندنسر لينسنج سيستم، بعد كده بيدخل على سليت واذر دايفرام، ويدخل على فلتر عشان يطلع لي اللون اللي انا عايزه، وفي الاخر البروجكتنج لينس والميرور او بريزمس اللي هتوصل اللايت ده لعين العيان. فاللايت الاول بيطلع من اللايت سورس اهو، بعد كده بتلاقي في حاجه اسمها سليت هايت، بتلاقي بتعرف في سكيل يعرفك طول السليت. بعد كده في فلتر كنترول اقدر اتحكم منه في انواع الفلتر، في السليت هايت كنترول اقدر اتحكم هنا في طول السليت، واللايت بعد كده بينزل من اللايت هاوسنج يعدي على فلترز، يعدي على كوندنسر سيستم، بعد كده يوصل لحد الانكلايند ميرور يرفلكت على عين العيان على طول. في بعد كده تلتنج لاش، ده بقدر احركه زي ما نشوف كمان شويه. في هنا مسمار اسمه ديسنتريشن سكرو، هنعرف برضه فائدته ايه، هيفرق معانا في الديفرنت كايندز اوف اليومينيشن.
والسليت بيم كنترول او السليت ويث كنترول ده اللي انا بقدر اتحكم فيه في عرض السليت بيم. تالت تايب معانا اللي هو كل ما هو عدا الاوبزرفيشن سيستم والاليومينيشن سيستم اللي هو الميكانيكال سيستم، كل الباقي ده وهو نقدر نختصرهم في ثلاث حاجات: الترابيزه والفريم البوزيشننج فريم اللي العيان بيحط عليه دقنه والجويستيك. فالفانكشن بتاعت البارت ده ان هو يكونكت اولا يبقى حلقه الوصل ما بينك وما بين العيان، تقدر تحط العيان يحط دقنه عليه اللي هو انت تقدر تتحرك عليه، تقدم تاخر تطلع تنزل، تتحكم في الاليومينيشن والاوبزرفيشن، تحرك الاليومينيشن والاوبزرفيشن مع بعض وبروفايد سبورت الاذر بارت. بيتكون من ايه؟ من اول حاجه ده الفور هيد ريست، العيان بيحط بيسند الفور هيد بتاعته هنا في خط هنا، ده العيان بيحط عليه اللاترال كانفاس، يبقى اللاترال كانفاس الاينمنت. بعد كده في هنا التشين ريست اللي هي البيز ديت التشين ريست، وفي هنا التشين ريست ادجستمنت، هنا العيان بيمسكها بتمسكها بترفعها وتنزلها عشان تصلح تادجست التشين ريست. بيفلوك هنا تقفل بيه السيت لامب عشان ما يتحركش لو انت مثلا بتتحرك من مكان لمكان. بيبقى في موتورايزد تيبل بيضه بتتحرك تطلع وتنزل، في باور سويتش طبعا، في لو فريكشن بليت بيتحرك عليه السيت لامب، في سبورتنج باد للسيت لامب، واخيرا الجويستيك اللي تقدر تطلع وتنزل بيه وتتحرك في كافه الاتجاهات. فيعني ده بقى صوره مجمعه كل الاستراكشرز وكل التفاصيل اللي سيت لامب اللي انت برضو محتاج تعرفها اللي احنا قلناها. طيب ده كانت مقدمة سريعة عن السيت لامب وتفاصيله، ويعني اوفر فيو عام وسريع عن السيت لامب. تعالوا بقى نتكلم بقى في اهم حاجة في محاضرة النهاردة وهي الاكزامينيشن تكنيكس. الستبس بتاعت الاكزامينيشن بتبدا بايه؟ باول حاجه يعني لو هنتكلم بقى في ان انت في اكزام ريال اكزام، فانت المفروض يعني هقول لك تيبيكالي المفروض تعمل ايه، ولكن يعني لو انت حتى في ريال اكزام مش هتعمل كل ده غالبا، هتقعد وتبص على طول عشان للوقت. ولكن لو احنا بنتكلم ايديالي سبيكينج، فانت المفروض بتسويتش اون ذا باور وبتانلوك البيز سكرو اللي بيقفل السيت لامب، بتكلين الفور هيد باند بكحول ولا حاجه، وبتشينج البيبر ستيب اللي حاطط دقنه عليها، وتتاكد ان هو قاعد مرتاح وانت قاعد مرتاح. كونسل ذا بيشنت خصوصا مثلا لو هتعمل مانوفر زي مثلا فورين بودي ريموفال عشان ما يتحركش، خلي العيان قاعد كويس مظبوط. وفيكسنج على التارجت هتلاقي فيه هنا حاجه اسمها التارجت احمر كده العيان بيبص عليها، بتادجست الاي بيسز بتاعتك على اساس ان انت تصلح اي ريفراكتيف ايرور وتصلح وتظبط الانتر بيبولاري ديستنس. ولو عندك طفل بقى بتفحصه فهو ليه وضعيه من ثلاثه، يا اما الطفل قاعد، يا اما الطفل واقف لو طوله يسمح، يا اما قاعد على البيرنت لاب، يا اما يعني وضعيه بقى اللي هو الركوع اللي هو واقف على ركبته. فهنا البيشنت او الطفل قاعد على البيرنت لاب، فانت ده وضعيه من ثلاثه حسب بقى كل طفل ويناسبه ايه. طيب بعد كده بقى خلاص انا قعدت كويس، البيشنت قاعد كويس، عاوز اعمل كلينيكال بروسيجر، ببدا بقى ستيب باي ستيب افحص من اول الايليد، الليد مارجن، التير فيلم، الكونجنتايفا، الكورنيا، الاكواسيومر، ايريس لينس، انتيرو فيتراس، ودي اخر حاجه بقدر افحصها بالست لامب بدو من غير اي وسائل مساعده، من غير اي لينسز. فانا دايما الكلينيكال اكزامينيشن المفروض يكون سيستماتيك على اساس ان انا دونت مس اني ثينج، وده برضه اللي يكون في الامتحان. الاليومينيشن تكنيكس، اول حاجه في بعض الوسائل اللي بتخليني اتحرك والعب في الاليومينيشن تكنيكس. اول حاجه عرض البيم، البيم ده انا عايزه سلت رفيع بالمنظر ده ولا عايز اكبره شويه ولا اخليه كبير على الاخر. فده بتحكم فيه في النوب اللي هي تحت دي. It increases the width of the slit lamp from narrow to fully wide beam for diffuse illumination. أو narrow، كبرته شوية، كبرته أكتر، كبرته أكتر وأكتر، ده الـ illumination technique عن طريق الـ slit width knob control. الحاجة الثانية اللي هي الـ slit angle rotation.
شفت انت الكنترول ده اللي كنت بقول لك بيتحكم في السليت هايت، طلع ان ليه لازمه كمان. انا لو لفيت البكره ديت على محورها كده هتغير الطول البيم، ولكن لو حركت البكره دي نفسها يمين وشمال along المحور ده along الدايره السوداء ديت اللي فيها سكيل، يبقى انا كده بتحكم في الاورينتيشن بتاع البيم، بخليه vertical horizontal oblique. فده هيبقى مهم بالنسبه لي ان انا افحص بيه او اميجر بيه الدايمتر بتاع different lesions زي مثلا corneal ulcer, age related macular degeneration او macular scar او choroidal lesion. فده برضو حاجه مهمه ليا، عشان يعني انا برضو في الامتحان بتاعي يعني برضو يعني الواحد لما بيتنطط بيبقى وحش يعني. بس انا كنت كمان يعني المفروض كان في امتحان بتاعي في الاف ار سي اس، قال لي كان دخلني على حاله كورنيال جرافت، وانا طبعا كنت عملت بقى جرافتات كتيره قوي فيعني بعرف السايز بتاعها بالنظر. فقال لي وات از ذا سايز اوف ذس كورنيال جرافت، قلت له 8 مللي. فبص لي كده قال لي شو مي، فقلت عملت بقى الاليومينيشن تكنيك ده وخليتها فيرتيكال 8 مللي، وبعد كده عدلت الدايركشن هوريزونتال 8 مللي. فقلت له اي تولد يو 8 مليمتر. فبص لي كده يعني اللي هو يعني ما كانش عارف يقول لي ايه. طبعا ما تعملش انت كده خالص، ده غلط، ده طبعا كنت لسه صغير بقى، فيعني ايه ما عنديش خبره الامتحانات. لكن dont يعني ever challenge the examiner، او dont ever يعني show off، dont ever يعني في كتاب جميل اسمه 50 laws of power. 50 laws of power يعني كتاب مهم في حياتك، يعني ممكن تكون بعض اللوز انت ما تتفقش معها اخلاقيا قوي، لكن هو يعني خد منه ما ينفعك. يعني اول لو منهم اسمه dont overshine the master، حاول بس ما تلمعش زياده عن حد يكون ليه اوثوريتي عليك. حد له اوثوريتي يعني في ايده ان هو يزيك، حد ينقصك درجات في امتحان ولا حاجه، رئيس قسم يضطهدك، فانت يعني ايه حاول يعني اعرف الصح وخلي جواك بمعنى اصح. يعني المهم يعني الكلام كده خدنا في حاجات تانية. قصدي اقول لك السليت انجل روتيشن بتقدر تعمل فيرتيكال هوريزونتال اوبليك، تقدر تقيس بيه اي حاجه، تقيس بيه دايمتر اوف جرافت، تقدر تقيس بيه حاجات كتيره، اي ليجن تقدر تعرف بيه اكزامينيشن، او تقدر تقيس الاكزامينيشن ده بالست انجل روتيشن. اخيرا في حاجه اسمها تيلتنج لايت كولوم. التيلتنج لايت كولوم ده اللي هو اللاش اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. التيلتنج لايت كولوم بتبقى بتيلت الفيرتيكال اكسس اوف ذا اليومينيشن ارم. والموضوع ده احنا بنعمله عشان انت عندك بيبقى ساعات لما بتفحص فندس، خصوصا لو حد هيلثي يونج انديفيديوال، بتلاقي فيه ريفلكشنز كتيره من الفندس، وديت يعني ياما ضايقتنا واحنا لسه في بدايه النيابه مش عارفين نشوف فندس بسبب الريفلكشن. انت عشان تافويد الريفلكشنز ديت حاجه من الاثنين، يا اما بتلت الاي اللاش ده تلتنج لايت كولم، ودي حاجه يعني مش عمليه قوي يعني عمر ما حد هيعملها الحقيقه، لكن الحاجه العمليه الاكثر ان هو تلت اللينس نفسها، تلت العدسه اللي انت ماسكها. طيب تمام، يعني كده احنا مستعدين نتكلم عن الاليومينيشن تكنيكس والاليومينيشن ميثودز. نركز بقى، احنا كده في اخر جزء في المحاضره ان شاء الله، اديني كده نص ساعه بس، النص ساعه ديت مهمه جدا جدا جدا. احنا عندنا تو كاينز اوف اليومينيشن ميثودز، في حاجات الدايركت وحاجات الاندايركت. الدايركت بيكون حاجات ديفيوز اليومينيشن، او خلينا نقول بس هو ايه الفرق بين الدايركت والاندايركت. الدايركت يعني انا بنور حاجه، بنور استراكشر معين وبفحص نفس الاستراكشر، بنور الكورنيا وبفحص الكورنيا، بنور الايريس وبفحص الايريس، بنور اللينز وبفحص. الاندايركت العكس، انا بنور حاجه بشوف حاجه تانية، بحط مثلا اللايت على الايريس اشوف الكورنيا، احط على الفندس اشوف الكورنيا واللينز وهكذا. طيب ايه انواع الدايركت والاندايركت؟ الدايركت بيبقى انواعه ديفيوز اليومينيشن، فوكال اليومينيشن، بارلل بايبت، اوبتيكال سكشن، كونيكال بيم، وسبيكولار ريفلكشن. فالثلاثه دول اللي هم البارلل بايبت والاوبتيكال سكشن والكونيكال بيم من الحاجات اللي هي تندرج تحت بند الفوكال اليومينيشن.
وفي